أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فان من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وعظم شانه کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں حدیث صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء آج صبح سے آپ امام الاولیاء حضرت غوث اعظم قطب اکبر فرد اکمل امام الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ آپ کے عرس پاک میں حاضر ہیں دنیا کے مشہور و معروف علماء کرام مشائخ آپ حضرات کے سامنے تقریریں فرما چکے ہیں مسائل بھی بیان ہو چکے ہیں حضور قبلہ عالم عالمی مبلغ اسلام و مصلح مسلمین آفتاب طریقت مہتاب شریعت حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے آخر میں مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات اور مسائل پیش کرنے کا حکم فرمایا یہ اجتماع ہر سال منعقد ہوتا ہے